تعالوا هعمل لكم نوع بطاطس لذيذ جدا جدا وسريع، وكمان ينفع جنب اي انواع فراخ لحوم هتعملوها في الغداء للولاد، هتبقى طعمها حلو قوي. تعال نشوف مقاديرنا وهقول لكم هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي كيلو ونص بطاطس حمراء صغيره متقطعه بتربع، عندي معلقه زيت زيتون، ملح وفلفل، عندي للصوص بقى اللي هنحطه على البطاطس نص كوبايه زيت زيتون، نص كوبايه زيت ذره بضايه، 4 فصوص ثوم مفرومين، معلقتين خل ابيض، وشويه ملح وفلفل. طيب البطاطس نفسها زي ما قلت لكم مش هتاخد وقت، احنا هنجيب صاج وهننزل فيه البطاطس وهدخلها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد تقريبا نص ساعه لساعه الا ربع. بس طبعا الاول هغرقها بقى زيت زيتون عشان تحمص حلو. وطبعا ملح وفلفل. تعالوا ندخل البطاطس الفرن وهوريكم هنعمل الصوص اللي هنحطه عليها ازاي بعد ما نطلعها من الفرن. اكد كده ان زيت الزيتون وصل لكل البطاطس. طبعا عشان وقت البرنامج انا كنت عامله نسخه. دي البطاطس بعد ما خلصت. تعالوا نعمل الصوص وبعد كده نغرف هوريكم هنعمل ايه. اول حاجه في الصوص اللي هنعمله لازم نخلط الزيتين الاول مع بعض لوحدهم. نحط الزيوت مع بعض. هضربهم ضربه كده مع بعض الاثنين. وبعدين هجيب بوله ثانيه هضرب فيها البضايه اللي عندنا. وبعدين هبتدي انزل الزيت حبه حبه لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي انا عايزاه. لازم وانا بنزل الزيت اتاكد ان انا ما نزلتش زيت كتير مره واحده عشان ما يفصلش، يفضل على القوام الكريمي اللي احنا بنعمله او الصوص الكريمي اللي احنا بنعمله. شويه كمان لحد ما هنخلص الكميه او نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا السخونيه بتاعه البطاطس وهي خارجه من الفرن هتسوي البيض اللي في الصوص ده، لان الصوص ده مش بيتحط على النار. شويه كمان زي ما انتم شايفين عمل قوام خطير شبه المايونيز كده شويه. هو تقريبا مايونيز بتاع الطبق ده فرنساوي، ده شبه المايونيز بتاعنا. اخر حبه. وبعد ما اوصل بقى للقوام اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين هبتدي بقى انزل الثوم المفروم والخل، ملح وفلفل كده. الصوص بتاعنا يكون خلص. تعالوا بقى ننزله في صوصيره والباقي نحطه على البطاطس. الصوص ده ممكن تحطوه في الثلاجه يقعد معاكم في الثلاجه شويه حلوين ما يجرالوش حاجه لانه طبعا مليان زيت. ننزل بقى البطاطس دلوقتي في طبق التقديم. وهنزل شويه من الصوص اللي احنا عملناه. والباقي زي ما قلت لكم هنحطه جنبها وبعدين ممكن نشيله في التلاجه. كده البطاطس بتاعتنا كمان تكون خلصت. عايزه ارش لها بس شويه فلفل اسود على الوش كمان.
بالهنا والشفا.